أولا حضرتك، أنا طبعا بمثل المستأجرين، وده شرف ليا رغم إن أنا لا مالك ولا مستأجر، وأنا رجل قانون وحقوقي يعني منذ أكثر من 32 عام، ربنا متعك بالعمر والصحة، وبتكلم في القضية من المنطلق أنها قد قضي، لما تصديت من أكثر من 10 سنوات لهذه القضية تصديت بمنطق أنها قضية وطن، وبالتالي اسمح لي ان انا ارد على كثير من مما قيل، ومش هقول تصحيح فضل. لكن لما احنا بنتكلم على انه عقد مدني ولا قانون مدني، طيب انا لما بتكلم على انه احكام الايجار العامه في القانون المدني صح، واحكام عقد العمل في القانون المدني صح، واحكام عقد المقاولات في القانون المدني صح، هل هذا منع انه المشرع يصدر تنظيم خاص لعقد العمل؟ هل هذا منع المشرع يصدر تنظيم خاص لعقد المقاولة؟ هذا يستدعي الأحكام العامة في القانون المدني زي ما كلمنا أنه أستاذنا الفقيه الكبير فقيه القانون العربي الدكتور عبد الرازق الصنوري بيتكلم على أنه دكتور عبد الرازق الصنوري هو اللي أسس مجلس الدولة بالضبط، صح؟ ولما أسس مجلس الدولة قال كلمته الشهيرة أن هذا المجلس تأسس ليحمي الأفراد من تغول جهه الاداره. وبالتالي احنا بنتكلم هنا في ايه؟ احنا اسسناه على النمط الفرنسي يعني بالظبط كده. احنا هنا لما بنتكلم على وجود عقد خاص لتنظيم العلاقه الايجاريه، ده مرتبط انه الدوله المصريه لها تجربه يعني مع هذه العلاقه منذ 1921، فلما جت تنظمها نظمتها بما يؤسس لضمانات تحمي الأمن للمجتمع مش تحمي المستأجر، وبالتالي هي حتى في القانون ده وزنت بين حقوق المالك والمستأجر، ده أمر. الأمر الآخر وبالتالي هي علاقة رضائية مدنية، وده اللي بيأكدوا إيه؟ إنه الأحكام الدستورية لو إحنا بنتكلم على احترام الحكم الصادر في 2018 صح؟ طب ما أنا عندي ما يزيد عن 30 حكم دستوري، لما أجي أتكلم على احترام الأحكام الدستورية أنا بحترم كافة الأحكام الدستورية، ما بمشيش على سطر وأسيب سطر. الأحكام الدستورية نفسها الحكم 2018 ده يا فندم هو نفسه اللي قال إن أنا عندي في قانون الإيجار ثلاث مراكز قانونية، المركز الأول ما يتعلق بالسكني، وعشان كده لطبيعته الاجتماعية الاعتبارية عمل الامتداد ليه للأسرة، وقال إن أنا عندي التجاري الطبيعي وعشان كده باعتباره في الأصل نشاط اقتصادي عمل الامتداد فيه للورثة مش للأسرة. جه عند الشخص الثالث وده كان بمناسبة وحضرتك قانوني وأكيد هتعرف ده، وتبسيطا للرأي العام في القضية دي الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لأنه صدر حكم سابق فيما يتعلق بنص المادة 18، وهي بالمناسبة أصلا الحكم صادر بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى مش الفقرة الأولى، وكان مناط عدم الدستورية أنه توسع فشمل الأشخاص الاعتبارية. المحكمة الدستورية ردت على الدفع المبدأ من هيئة قضاء الدولة، قالت وإن كانت المحكمة نظرت النص المادة 18 بالفعل إلا أنه ما كان معروض على المحكمة من قبل كان يتعلق بشخص تجاري طبيعي، أما ما يعرض الآن في حكم 2018 متعلق بشخص اعتباري والأمر مختلف، ولذلك نظرت الدعوة وقضت فيها. يبقى المحكمة الدستورية هي اللي بتحدد لي المراكز القانونية، وبالتالي بتقول لي أنه مراكز، عشان كده أنا ما أقدرش بالقطعية أن أنا أقدر أقول أنه ده محامي ودي شركة محاماة مع تقدير، لا ده مركز قانوني مختلف وده مركز قانوني مختلف. وحضرتك تعلم أن المساواة الدستورية تعني تكامل كافة عناصر المستحقة للمركز القانوني، وإلا لو اختلف شرط ما بين المركزين القانونيين لا يمكن الادعاء بالمساواة، هذا أمر. طيب فيما إحنا بنتكلم على مستوى القانون برضه من المغالطات انه العقد مش رضائي والدوله تدخلت ومدته، مش صحيح الكلام ده، لانه انا لما يبقى عندي عقود في الستينات والسبعينات
طب انا كان عندي القانون اللي المالك وقع فيه العقد برضاء، كان هذا القانون اللي هو قانون 62 كان فيه الماده 26 يا معالي النائب اللي هي تكررت في 49 وبقت هي نفسها 29. الماده دي كانت بتقول ايه؟ يمتد العقد لاقارب الدرجه الثالثه. اذا انا كمالك وزي ما حضرتك تفضلت ان هذا عقد رضائي تم بين طرفيه برضائيه، انا كمالك لما اجرت كنت اعلم ان القانون الذي ينظم هذا العقد الذي وقعه يمتد، مش كده؟ وبالتالي هنا لما نتكلم على انه لا ده مش عقد رضائي ده مش صحيح.